هذا كابل الكهرباء شيلوا لي اياه. هدول الشباب شو عم بيعملوا هون؟ بعدين هاي ليه هيك؟ خليه يطلع فوق للطابق الرابع، حكينا مع الجيران. معلم ياسر. ايوه معك. وين الكاميون البازون؟ شغيل ناطرين، شو بعمل فيه؟ دخلوا على فسوح وبتصبوه على ارتفاع 8 سنتي. طريق مسدود، في سيارة قطعت الطريق. كمان؟ معلم ياسر معك يوسف، عم تسمعني؟ هون على الأرض. في مشكلة عندك بالمزراب ولازم نشيك عليه. مشكلة شو يعني؟ المي عندك عم بتنقط على العالم برا. قطع الطريق الشارع واسم.